وتكريما لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أقام فخامة الرئيس قربان جولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان الشقيقة يوم أمس مأدوبة عشاء بمناسبة زيارة الدولة الرسمية التي يقوم بها جلالته إلى تركمانستان الشقيقة، وذلك في قصر الرئاسة. حضرها الوفد المرافق لجلالة الملك المفدى وكبار المسؤولين في الحكومة التركمانية. وتبادل صاحب الجلالة مع فخامة رئيس تركمانستان الأحاديث الودية حول ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات وطيدة وتعاون وثيق على كافة المستويات. وقد عزفت الفرقة الموسيقية التركمانستانية مقطوعات موسيقية تركمانستانية وعربية. تقاس الزيارات الرسمية لقادات الدول بمقاييس عدة لتحدد مدى نجاحها، تبدأ من رغبة قيادتي البلدين في تنمية العلاقة إلى آفاق أرحب، على أن تتبعها رؤية موحدة وشراكة قوية ترسم خارطة واضحة للعمل المشترك وتضمن عوائد مستفيضة تحقق التقدم والرفعة لبلدانها. هذا النموذج المثالي من الزيارات جسدته حرفيا زيارة جلالة الملك المفدى حفظه الله إلى تركمانستان بدعوة رسمية تلقاها من فخامة الرئيس التركمانستاني. هذه الزيارة وضعت لبنة جديدة للأساس المتين الذي يجمع العلاقات البحرينية التركمانستانية، حملت في طياتها مشاعر أخوية صادقة وحددت العديد من الوجهات الاستراتيجية على مستويات عديدة، وذلك من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. حقيقة هذه زيارة صاحب الجلالة الملك حفظه الله إلى تركمانستان زيارة تاريخية، وهذا ما أكد عليه فخامة الرئيس التركماني في كلمته أمام جلالة الملك وهو يرحب به، أن هذه زيارة تاريخية، والعمل الذي تم القيام به لإنجاح هذه الزيارة عمل كبير من ناحية كل هالاتفاقيات والترتيبات والتنظيمات، كان من مدة طويلة وإحنا نعمل على هذه الزيارة، والحمد لله اليوم الاجتماع كان اجتماع طيب، ومملكة البحرين سعدت جدا وتشرفت لما فخامة رئيس تركمانستان منح جلالة الملك الوسام الأعلى اللي هو وسام الحياة، وهذا شرف تتشرف به البحرين كلها. وهذه العلاقات الآن ما بين البلدين ستتنامى في مختلف المجالات، ستكون هناك لجان مشتركة، سيكون هناك عمل مشترك، طبعا الاتفاقيات والمذكرات تم التوقيع عليها مهمة كما تفضلت في مختلف المجالات، فإن شاء الله نتطلع للعمل لأن أمامنا عمل كثير. الله، هذه بداية لعلاقات أوسع وأرحب في جميع المجالات. بالنسبة لنا في مجال النفط والغاز، مثل ما تعرفون تركمانستان هي من أكبر الدول من حيث احتياطي الغاز، وهناك الكثير من فرص التعاون والاستثمار، ونعمل إن شاء الله إلى التعاون في مجال الغاز والاستثمار في تكرير الغاز بالذات. وقعنا اتفاقيات مع شركتين تابعين إلى وزارة النفط والغاز، واحدة مع شركة تركمان كيمياء والأخرى مع شركة تركمان غاز، وإن شاء الله نأمل بالمتابعة أن نصب ونحصل على الاستثمار المشترك معهم. مراسم توقيع الاتفاقيات شكلت انطلاقة لمرحلة جديدة من العلاقات البحرينية التركمانستانية، فهي من شأنها أن تمد المزيد من جسور التعاون لتشمل جميع المجالات. هاي زيارة تاريخية بالنسبة لنا، لأن احنا الآن ننفتح على آسيا الوسطى. تركمانستان من الدول اللي يعني عندها اهتمام بتطوير القطاع المصرفي، والبحرين تملك خبرة طويلة في الواقع في هذا المجال، وتوقيع مذكرة التفاهم مع البنك المركزي في تركمانستان يفتح لنا آفاق جديدة لتبادل خبرات، ونساعدهم أيضا في نقل تجربتنا خاصة فيما يتعلق بالصرفة الإسلامية. المنامة وعشق أباد أقرب اليوم من أي وقت مضى، سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وقبل هذا هو ما يجمعهما من عادات وتقاليد مشتركة أكد على التمسك بها كل من قائدي البلدين. حرصت هذه القمة على تنمية جميع مجالات التعاون بين البلدين، وهو ما جسدته جملة الاتفاقيات التي تم توقيعها والتي سيكون لها المردود الإيجابي على مستقبل البلدين وشعبيهما الشقيقين.
بسام البدولي، تلفزيون البحرين، عشق أباد،